السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل تدريبات كتاب جيم الأول الإعدادي 2025. معانا النهاردة مع شرح وحل تدريبات الدرس الأول والتاني في الوحدة التانية، واللي بيبدأ بصفحة 54 بتدريباتنا على الكلمات عشان يشوف أنا فهمت معاني الكلمات وحفظتها ولا لأ. طبعا عندنا حبيبي اوتفيت قلنا الزي او الملابس، كلمه ريلاتيفز يعني اقارب، كيرلي يعني مجعد، وعندنا كلمه delicious يعني لذيذ. نمبر 1 بيقول وي ار هافينج ا فاميلي بارتي وذ اول اور، طبعا احنا عملنا حفله مع كل ايه؟ اكيد مع كل قرايبنا، يبقى ريلاتيفز. تعال نشوف نمبر 2 بيقول ماي سيستر يوجوالي تيكس ا لونج تايم تو تشوز هير اي بيفور جوينج اوت، طبعا بتاخد وقت طويل جدا عشان تختار ملابسها قبل ما تطلع، يبقى اكيد اوتفيت. اوتفيت يعني الملابس. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي سلوى هاز اي هير اتس نوت ستريت، ستريت حبايبي بمعنى ناعم، يبقى اذا هي عندها شعر مجعد، لان بيقول لي مش ناعم يبقى اكيد هقول كيرلي. تعال نشوف حبايبي صفحه 55، عندنا اوف، عندنا سيلز يعني يبيع، جيت يحصل على، اميزنج مدهش، ولارج بمعنى كبير، واللي كنزي will a married next year، طبعا عرفنا ان تتزوج اسمها get married يبقى will get married. تعال نشوف نمبر 2 بيقول this is a photo in my trip to the zoo، طبعا دي صوره لي يبقى photo of my trip يعني صوره لرحلتي لحديقه الحيوان. نمبر 3 بيقول my uncle has a shop where he a children's clothes، بيقول لي عنده محل حيث ايه ملابس اطفال، طبعا اكيد طبعا sells وسيل حبايبي بمعنى يبيع. نمبر 4 بيقول لي ذا موفيز اند واز اوردينري ات وازنت ايه، يعني بيقول ان هي كانت عاديه ما كانتش ايه، ما كانتش مدهشه يبقى اميزنج. تعال نشوف حبايبي صفحه 56 بيقول لي ماي براذر داز هيز هوم ورك اي 7 اند 9 ان ذا ايفنينج، خلي بالك هنا ما قاليش الساعه كام، ده قال لي الساعه كام، الساعه كام او بين الساعه كام والساعه كام، فعشان كده لازم اقول بتوين. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي اي سو ا بيوتيفول جيرل ايه ان اميزنج دريس، طبعا لما اجي اقول لابسه كذا بقول ان اميزنج دريس، قلنا ان بتيجي مع الملابس. تعالوا يلا حبايبي نشوف صفحه 60، بيقول لي ذا برايد يعني العروسه اند ذا جروم والعريس شود ايه ا مارج كونتراكت تو ماري، لازم يعملوا ايه في عقد الزواج عشان يتجوزوا، اكيد ساين، وساين حبايبي بمعنى يوقع، يوقع على عقد جواز. طب تعالوا نشوف نمبر 2 بيقول لي ذا نوت لوكد بيوتيفول ان هير وايت دريس، طبعا مين اللي هتكون لابسه فستان ابيض؟ اكيد العروسه مش العريس، والعروسه اسمها برايد، لكن برايد دي حبايبي بمعنى الفخر. طب تعال نشوف يلا نمبر 3 بيقول لي داد يوجوالي هاز فيش اند رايس ات ذيس اي، بيقول لي حبايبي بابا دايما او عاده بياكل سمك ورز في هذا ايه؟ اكيد في هذا المطعم يبقى ات ذيس ريستورانت. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي فريدس فريندز جيف هير لوتس اوف اي فور هير بيرث داي شي واز اميزد، طبعا كانت مندهشه يبقى هم ادوها كتير من الايه؟ اكيد طبعا كتير من الهدايا، والهدايا اسمها جيفتس. تعال نشوف يلا نمبر 5 بيقول ذا ليتل بوي اسك هيز فاذر، يعني الولد الصغير طلب من بابا ايه سم ماني تو باي سويتس، طبعا هنا بيقول ان الولد طلب من بابا اسك هيم فور، اسك فور يعني يطلب. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي ماي اوبينيون يعني في رايي هابينس مينز تو هاف ا سترونج ايه اوف فاميلي اند فريندز، بيقول لي ان السعاده ان يكون عندك ايه من الاسره والاصدقاء، اكيد طبعا نتورك، ونتورك معناها شبكه. طب تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي وي انفيتد اول اور اي تو ماي جراند ماز بيرث داي بارتي، دعينا كل مين خلاص لحفل عيد ميلاد جدتي، اكيد طبعا ريلاتيفز، وريلاتيفز بمعنى الاقارب. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي اور اي انجوي ذا دينر ماي مام ميد، طبعا مين اللي هيستمتعوا بالغداء اللي ماما عملته او العشاء؟ طبعا our guests، guests حبايبي بمعنى ضيوف. تعالوا نشوف يلا نمبر 9 بيقول لي the wedding will a place on Thursday I'm sure it will be amazing، متاكد ان هو هيكون مدهش، اكيد سوف يعقد، يعقد اسمها take place يحدث او يعقد. طب تعالوا نشوف نمبر 10 بيقول لي بشرى bought a beautiful a necklace it was expensive، طبعا كان غالي فاكيد يبقى مصنوع من الجولد، وجولد يعني ذهب. تعال نشوف نمبر 11 بيقول ذا نوت انكلودد سالاد فتة اند ميت ات واز ديليشس، طبعا كل دي محتويات اكل فبالتالي لازم اقول ميل، وميل حبايبي بمعنى وجبه. تعال نشوف نمبر 12 بيقول وي سو ميني تويز
in the shop. بيقول لي احنا شفنا العاب كتير في الشوب. ايه؟ طبعا شوب ويندوز اللي هي البطاريه بتاعت المحل. هنشوف نمبر 13 بيقول لي بتول يوزوالي ايه with her friends at the club. طبعا بتتقابل اسمها meets up. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لي they wore a clothes for the wedding. their clothes weren't modern. حبايبي بيقول لي ما كانتش عصريه، ما كانتش حديثه، يبقى اكيد كانت traditional، وtraditional يعني تقليديه. هنشوف نمبر 15 بيقول لي to get the adjective from the word tradition. عشان اجيب الصفه من كلمه tradition. tradition يعني تقليد، اكيد هزود عليها al عشان تبقى traditional، وtraditional بمعنى تقليدي. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف صفحه 61 بيقول لي not is the person who takes photos. يا ترى مين الشخص اللي بيلتقط صور؟ اكيد عن photographer. photographer اللي هو المصور. وهنشوف نمبر 2 بيقول لي my aunts and uncles live a long way us. طبعا a long way from. a long way from يعني بعيدا. we see them once a year. بنشوفهم مره في السنه. you should sign the A first to get the job. طبعا هنوقع ايه عشان نحصل على وظيفه؟ اكيد contract. وcontract يا حبايبي بمعنى عقد. هنشوف نمبر 4 بيقول the wedding cake is something that people eat at the wedding. طبعا الكيكه دي بتبقى حاجه ايه؟ اكيد طبعا sweet. وسويت بمعنى حلو. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي all people wanted to have photographs with the bride and the groom. كل الناس كانت عايزه تلتقط صور مع العريس والعروسه، فاكيد طبعا take. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي the bride سالي and the A احمد arrived at 7. طبعا دي برايد يبقى اكيد هو groom، هي عروسه يبقى هو عريس. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي the wedding A is a special outfit that a woman wears at her wedding. طبعا اكيد wedding dress. wedding dress يعني فستان بتاعها. تعال نشوف نمبر 8 بيقول my cousin نوال got married in a bill. طبعا يتزوج من اسمها got married to. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي the whole family members came to my birthday. طبعا كل اعضاء الاسره جم عشان يحتفلوا بعيد ميلادي، يحتفل اسمها celebrate. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي the wedding it was really beautiful. all the guests were happy. كل الضيوف كانوا سعداء. يبقى اكيد the wedding. برافو عليكم. service. قلنا wedding service اللي هي مراسم الزفاف. طب تعالى نشوف نمبر 11 بيقول لي the bride wore a gold necklace and a they were amazing. ده كانت مدهشه جدا. اكيد هتلبس عقده، اكيد حاجه برضو مجوهرات، فاكيد هقول bracelets يعني اساور. تعالى نشوف نمبر 12 بيقول لي when the party started it was time a some fun. طبعا حبايبي it was time هيجي وراها 2 هيجي وراها 4. هيجي وراها 2 لو جه وراها مصدر، هيجي وراها 4 لو جه وراها اسم. طالما جاب لي اسم يبقى هجيب 4. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي the bride and the groom cut the wedding a and all guests clapped. كل المعازيم حبايبي سقفوا، فاكيد هيقطعوا ايه؟ الكيكه او التورته بتاعت حفل الزفاف، فتبقى wedding cake. تعال نشوف نمبر 14 بيقول I was a يعني انا كنت ايه next to the bride in the photo. طبعا اكيد I was standing. standing يعني واقف جنب العروسه. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف صفحه 63 واللي بيكلمني فيها عن الجرامر بتاعنا بتاع صفات الملكيه وابوستروفي اس الملكيه. طبعا بيقول لي نمبر 1 لين جوز تو سكول وذ اي براذر. طبعا بتروح مع اخوها. يبقى انا عايز صفه الملكيه من لين، وصفه الملكيه من لين هي هير. تعال نشوف نمبر 2 بيقول اي لاف اي بيرنتس they love me too. طبعا انا بحب يبقى والدي. عايز صفه الملكيه من اي يبقى ماي. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي علي اند هناء ار فيري هابي. علي وهناء سعداء جدا وذ اي نيو تويز. طبعا علي وهناء ده اسم جمع، صفه الملكيه منهم ذير يبقى وذ ذير تويز. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي سالم اند اون. خلي بالك انا وسالم اول علينا وجميل. توك اي جيتارز اند ستارتد تو بلاي اون ذيم. بدانا نلعب على خدمه الجيتارات بتاعتنا وقعدنا نلعب عليها. they belong to us بتاعتنا احنا. عايز صفه الملكيه من مين؟ اللي هي our. اي جمع معاها اي يبقى وي على طول حبايبي، وصفه الملكيه منه our. تعال نشوف نمبر 5 بيقول واتس يور تيتشرز نيم. قال لي ايه؟ نيم از مستر وليد. اسمه عايد على مفرد مذكر فاقول هيز نيم. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي ذات اي واتش ماي جرامبا جيف ات تو مي. اديها لي، دي ساعتي انا. يبقى اذا هقول ماي واتش. تعال نشوف نمبر 7 بيقول اي لايك ماي كات اند ايه ايز. بيقول لي انا بحب القطه بتاعتي وعينيها. عينين مين؟ القطه. يبقى اذا عملت صفه الملكيه من ات اللي هي اتس. تعال نشوف يا حبايبي نمبر 8 بيقول لي ذيس از سارا's هات. اتس ايه هات؟
ديت شنطة سارة، يبقى أنا عايز أستفيد من كام من سارة؟ يبقى هير. بعدها واللي إيه فيفورت سبورت إز تنس؟ يو لايك إتس، أنت بتحبها. يبقى إذا هي لعبتك أنت، يبقى عايز أستفيد من كام من يو اللي هي يور. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي دو يو هاف تيكت وذ يو، هل أنت معاك تذكرتك؟ عايز أستفيد من كام من يو برضه اللي هي يور. تعالوا يلا حبايبي نشوف الأخطاء. بيقول لي وي كانت يوز أس موبايل فونز إن كلاس. طبعا أنا مش عايز أقول مش هنقدر نستخدم موبايلاتنا احنا، وي يبقى عايز اول صفة المكان وي. مايا اند سارة جمع لايك اي هاوس، يبقى اكيد ذير ذير هاوس. اي هاف ا موبايل فون بات اي دونت لايك اي كولر، مش حابب لونه. لون مين؟ هتقولي لون الموبايل، يبقى لازم اقول اتس. تعال نشوف نمبر 4، بيقول ماي سيستر يعني اختي اند اي، ماي سيستر اند اي يعني كده وي احنا. Do a homework together يبقى our صفة المكان من وي. What's a name؟ قال لي it's سعيد أو سعيد، يبقى what's your name صفة الملكية. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي where is نبيل from؟ قال لي is from Giza and a bride is from Alex، عايز أقول له عروسته هو عروسة مين؟ نبيل، يبقى أنا عايز صفة الملكية من نبيل يبقى his. تعالى حبايبي يلا نشوف صفحة 65، بيقول لي this is my a bike he likes it، طبعا عايز اقول دي عجلة اخويا. طبعا عشان العجلة دي بتاعت اخويا وهو واحد بس، يبقى لازم احط له ابوستروف في اسم ملكية، فيبقى brothers. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي these are the not books give them their books اديهم حولك. يبقى ديت مش كتب واحد، ده كتب مجموعة، يبقى كتب الاولاد. طب الاولاد دول ايه؟ هتقول لي جمع، يعني اصل الكلمة يا حبايبي بويز كده، طب اعمل ايه بقى؟ حط ابوستروف بس، حطش ابوستروفي اس، عشان كده دي بنسميها اس ابوستروفي. نمبر 3 بيقول لي هير از فيري لونج، طبعا بيقول لي شعر انس طويل. قلنا لما الاسم ينتهي باس احبابي عادي بحط له ابوستروفي، بس عادي جدا فهقول انس هير از فيري لونج يعني طويل. تعال نشوف يلا نمبر 4، بيقول لي يور سيسترز شير ا بيدروم، يور اي بيدروم از كوايت بيج. سيسترز يعني اخواتك البنات جمع، جميل. طالما اخواتي البنات جمع يبقى ابوستروفي اس لازم تتحط اس ابوستروفي، يعني ابوستروفي فقط بعد اس الجمع فتبقى سيسترز. نمبر 5، والمصباح has got a new phone، a new phone is very cheap، يبقى انا عايز اقول التليفون بتاع مصباح الجديد، يبقى اذا مصباح عادي خالص يا شباب احط ابوستروفي اس ملكيه. تعال نشوف نمبر 6، بيقول elephants have got ears، a ears are very big، طبعا عايز اقول ان وداني الافيال، طب الافيال ده اسم جمع يبقى اذا اس ابوستروفي مش ابوستروفي اس. طب تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي ماي نيم از ار فاطمه اميره. تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي ماي اي نيمز، خلي بالك اسماء مين؟ ار فاطمه اميره اند هدير، يبقى اسماء اصدقائي، والاصدقاء هنا جمع فلازم اقول فريندز اس ابوستروفي. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي يو كان فايند اي كلوز اون ذا فورث فلور اوف ذا شوب، بيقول لي انت ممكن تلاقي خلاص ملابس الرجال. طب الرجال ده اسم جمع بس ما فيش في نهايته اس، خلاص بحط له ابوستروفي اس عادي جدا. تعال نشوف نمبر 9، بيقول اي هاف ا جود بوك، يعني انا معايا كتاب جيد. ذا اي بيجز ار يلو، يبقى عايز اقول الصفح بتاعت الكتاب، بس الكتاب ده اسم جماد فبالتالي ما ينفعش احط له ابوستروفي اس، فهقول ذا بوك بيجز تاني، ذا بوك بيجز. طب تعالوا يلا نشوف نمبر 10، بيقول لي this is the A room، بيقول لي ديت غرفة الأطفال. طب الأطفال دي اسم جمع، طب هل في نهايته اس؟ هتقول لي لا، يبقى عادي خالص children's تاني هقول children's room يعني غرفة الأطفال. تعالوا يلا حبايبي نشوف الأخطاء. نمبر 1، بيقول لي the guest names were printed on cards، طب أنا عايز أقول إن أسماء المدعوين الضيوف، ضيوف دول جمع ولا مفرد؟ هتقول لي جمع، بحط ابوستروفي بس عشان تبقى اس ابوستروفي. نمبر 2، بيقول لي ذا بوليس مان روت داون ذا ويمن نيم، طبعا اسماء الستات، الستات دول جمع بس ما فيهاش اس في الاخر فحط ابوستروفي اس عادي. بعدها ذا بارك از نير ماي انكل هاوس، طبعا عايز اقول بيت عمي فعادي خالص احط ابوستروفي اس. بعدها بيقول لي اور دوتر نيم از مريم، طبعا يا حبايبي دي بنت واحده فبالتالي هي بنتي واحده فبالتالي اسره في السعاده خالص. نمبر 5، بيقول لي هيز برايد فاميلي از فروم لوكسور، طبعا
أسرة عروسته، يبقى أبوستروف إس عادي. نمبر 6 بيقول سوزان أند زينب سكول إز أولد. خلي بالكوا إن المدرسة دي بتاعتهم الاتنين، فحط الأبوستروف إس هنا للأخير، فأقول سوزان أند زينب سكول إز أولد. طب لو قال لي سكولز آر، يبقى كده لكل واحدة مدرسة، كنت حطيت هنا أبوستروف إس وهنا أبوستروف إس. They are at the same school، يعني هما بنفس المدرسة. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال المحادثة اللي في صفحة 66. قلت يا حبايبي المحادثة سهلة جدا مش صعبة حبايبي، الموضوع كله إن أنا لازم أقرأ رأس المحادثة، رأس السؤال كويس جدا، أقرأ المحادثة كلها الأول وبعدين أبدأ أحل عشان أفهم المحادثة بتقول إيه وكل سؤال عايز إيه وكل إجابة عايز إيه. بيقول لي رواء أند بسملة are planning to go to the cinema. رواء وبسملة بيخططوا إن هما يروحوا السينما. فرواء بتقول البسملة would you like to meet up tomorrow؟ يعني تحب نتقابل بكرة؟ فقالت لها sure، وبعدين سألتها سؤال قالت لها at 6 a.m. وطالما حبيبي قال لي at 6 a.m. الساعة 6 يبقى كده بتسأل على الوقت، فقالت لها أكيد أنت تحب نتقابل، فأكيد هقول what time، يبقى السؤال بتاعي what time. قلت العرض دايما حبايبي بستخدم فيه would you like، يبقى what time would you like to meet، تحبي نتقابل امتى او meet up. قالت لها at 6 p.m. فسألتها سؤال قالت لها I'd like to go to the cinema، اكيد طبعا بتقول لها تحبي تروحي فين، فين دي يعني يا حبايبي where، فعل المساعد بتاعي would، الفعل بتاعي I هيتحول ليو like to go، يبقى where would you like to go. سألتها سؤال قالت لها yes I have time to go shopping after cinema. طبعا قلنا حبيبي طالما الإجابة بيس يعني السؤال يبدأ بفعل مساعد، هروح ألاقي هذا بس مش هجيبه، ليه؟ لأن مفيش وراه فعل، فبالتالي هجيب مكانه do وأي هتتحول ليه، يبقى هقول do you have time، يعني do you have time، هل أنت عندك وقت to go shopping after the cinema، يعني هل أنت عندك وقت نروح نسوق بعد السينما، فقالت لها أيوه عندي وقت. فطبعا قالت لها حاجة تدل على إن هي فرحانة بالكلام ده، فجيت هقول لها that's great، that's great يعني ده شيء عظيم لأن في هنا exclamation mark. قالت لها what snack could we have at the cinema، ترى إيه الوجبة الخفيفة اللي إحنا ممكن نتناولها في السينما، ممكن تقول لها أي حاجة بقى خفيفة مثلا شكل بوب كورن، بوب كورن حبايبي يعني فشار. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الليسنينج في درسنا الاول والتاني. بيقول last weekend لما got married to سامح، طبعا لما اتجوزت سامح it was really fun، many guests came، the whole family was there too، they took photos with the bride and the groom. طبعا حبايبي السؤال الاولاني بيقول لي when was the wedding، امتى كان حفل الزفاف؟ طبعا كان last weekend. هنجاوب بيقول لي how many guests were there، يا ترى كان كم عدد الضيوف اللي كانوا هناك؟ طبعا كان في ضيوف كتير فاكيد هقول many. هنجاوب نمبر 3 بيقول لي how many members of the family were there، كم عدد اعضاء الاسره اللي كانوا هناك؟ طبعا all، كل الاسره. هنشوف نمبر 4 بيقول who did they take photos with، خدوا صوره مع مين؟ اكيد طبعا مع اي ام دي بي، يعني اي ام دي بي مع البرايد والجروم. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده، سؤال المحادثه. واللي صافي is telling علا about her sister's wedding last week، بتقول لها او بتخبرها عن حفل زفاف اختها الاسبوع الماضي. فعلا بتقول لها هاي صافي how are you، اكيد هتقول لها I'm fine، يعني انا بخير. وبعدين قالت لها my sister got married last week، ده اختي اتجوزت الاسبوع اللي فات. قالت لها that's great، ده شيء عظيم. how was the wedding، يعني كيف كان حفل الزفاف؟ طبعا اكيد هتقول لها it was great، it was great يعني كان عظيم. طبعا حبايبي هنا مفروض دي exclamation mark يعني علامة تعجب. فسألتها سؤال قالت لها yes I had a lot of fun، طبعا الإجابة yes يعني السؤال بفعل مساعد. طيب دي هات في الماضي بإذن هجيب did جميل، I هتطلع you أرجع الفعل الأصله have، يبقى did you have fun، يعني هل أنت استمتعتي؟ yes I had a lot of fun. سألتها سؤال قالت لها she wore a beautiful dress، she wore a gold necklace and bracelets too، بتوصف لها الحاجات اللي هي لبستها، يبقى أكيد هتقول لها هي أختك لبست إيه؟ أو العروسة لبست إيه؟ يبقى هسأل بوات، وفي الماضي يبقى هجيب did، شي عايد على أختها يبقى ممكن أقول the bride
او your sister. وبعدين نرجع فعل المصدر يبقى where, يبقى what did the bride wear, قالت لها لبس كذا. did you take any photos, طبعا كده هتقول لها yes I did. تعال نشوف حبيبي يلا السؤال اللي بعده. عندنا her ملكها, bride يعني عروسة, him هو, cake كيكة, وguest يعني اليوم. قول له Thursday I went to a wedding party. They wore a beautiful white dress. مين اللي هتلبس فستان؟ أكيد طبعا برايد يعني العروسة. Many came to the wedding and liked a wedding dress. طبعا أكيد كتير من الضيوف يبقى guests. طيب قول لي and liked a wedding dress, طبعا حبوا فستانها هي, يبقى her wedding dress very much. People danced, الناس رقصت, and had fun. The best part was the wedding. It was big and delicious. It was a wonderful wedding. طبعا مين اللي هتبقى كبيرة ولذيذة؟ اكيد طبعا the wedding cake. تعال حبيبي يلا نشوف سؤال اختياري. بيقول لي she wore a silver A on her hand. كانت لابسة ايه؟ فضة في ايديها. اكيد طبعا bracelet طالما في الايد. طب تعال نشوف number 2. بيقول لي ايه chose a colorful A for the party. واللي اختارت ايه ملون للحفلة. اكيد طبعا اختارت outfit. outfit حبايبي بمعنى لبس. تعالوا يلا نشوف صفحة 69. قول the bride and the groom were excited to sign the انهم وقعي اكيد طبعا contract اللي هو عقد الزواج. تعالوا نشوف number 4. قول the restaurant المطعم was very good. they prepared the food after 10 minutes. قول لي بعد ايه بس يا ولاد؟ بعد 10 دقايق. يبقى اذا الخدمة في المطعم خلاص جيدة جدا. طب تعال نشوف يلا نمبر 5. واللي هي likes to post videos on social media. طبعا هو بيحب يشير فيديوهات على السوشيال ميديا, قلنا السوشيال ميديا يعني وسائل التواصل. تعال نشوف نمبر 6. بيقول لي we were bored so my friends that we read a book. بيقول احنا كنا شاعرين بالملل, عشان كده اصدقائنا اكيد اقترحوا ان احنا نقرا كتاب, يبقى suggested. تعال نشوف يلا mom usually eat me before I went to school. ماما بتعمل ايه معايا قبل ما اروح المدرسه؟ هيبقى hugged me, و hugged me يعني بتحضني. هنشوف نمبر 8. بيقول لي these are my and رضا. يقول ماي ورضا ده اسم جمع, and that's a daughter سماء, يبقى دي بنتهم هم, عايدة على الجمع يبقى there. بيقول لي ايه picture is this, طبعا بسأل عن ملكي يا حبايبي بكلمة whose. whose معناها لمن او ملك من. بيقول لي ايه new car is expensive, طبعا عايز اقول عربية ليلى. ليلى طبعا ما بتنتهيش باس, هقول ليلى's new car. تعال نشوف يلا سؤال الاخطاء. بيقول لي نهى اند سامي ويدنج از نيكست فرايداي. طبعا حفل الزفاف ده بتاعهم الاثنين, فاحط للاخير بس ابوستر في اس ملكيه. طب تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي ذا كمبيوتر بيلونجز تو ساره, يبقى اتس. اقول لك طالما هو ملك ساره يبقى اتس هيرز, وهيرز حبايبي بمعنى ملكها, او اتس سارز طالما جاب لي ساره احط لها ابوستر في اس ملكيه, او ان انا اقول هيرز, هيرز بمعنى ملكها بس ده اسمه ضمير ملكي. تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي I have two children, عندي طفلين اتنين, and her names are Rose and Mary. طبعا طالما عندي اتنين يبقى دول جمع, يبقى لازم اقول their names يعني اسمائهم. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي سالم's mother lives in the village, يعني مامة سالم بتعيش فينا اولاد في القرية. Her's house is old and big. طبعا عايدة على المذر يبقى اكيد هقول هير فقط لا غير. تعالوا حبايبي يلا نشوف ال challenging questions. بولي the car window is made of glass. طبعا هنا الكار حبايبي ده جماد, فبالتالي ما بحطلوش اي حاجة, يعني هخليها كار شكل ما هي واحط window, يبقى the car window. تعال نشوف number 2. بولي my sister and I, يبقى كده وي جميل. have a game. A is nice. طبعا هنا انا عايز ضمير فاعل حبايبي, مش عايز صفة ملكية, انا عايدة على الجيم, يعني عايز اقول it is nice. it دي عايدة على المين؟ على الجيم. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي هو از باج از, طبعا بسأل عن الملكية حبايبي بكلمة هوز, وهوز معناها لمن او ملك من. thank you very much for watching, but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو مش متابعنا من الاول هترجع في صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اول ما بدأنا. شكرا لكل زمانك, شكرا لكل يستفيد. جود باي, السلام عليكم.